فضيلة الشيخ، يقول السائل: الذي يركب الطائرة ثم تدركه الصلاة، هل يصلي وإن لم يكن باتجاه القبلة؟ كما سمعتم، الذي في الطائرة هذا كأنه في حجرة، يصلي إلى القبلة، توجه إلى القبلة ويصلي قائما إذا أمكن، فإن لم يمكن صلى قاعدا متوجها إلى القبلة، ويسأل عن القبلة، فإذا عرف جهتها يصلي إليها، لأنه مثل الجالس في الحجرة أو مثل الراكب على الدابة. نعم.